صار زينب وين وتنادي يا حسين صار ويا ويا روحي الهادي يا حسين صار يا حسين صعبة يا حسين وصعبة. جزاكم الله خير الجزاء. المستهل لقصيدة لأم البنين عليها السلام. يا يما ما أنساك لحظة بحياتي، يا يما ما أنساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مماتي. يا يما ما انساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مماتي. يا يما ما انساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مماتي. يا يما يا يما ما انساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مماتي. ردتك إلي تعود. طول سفركم يا يما وعدك وين طول سفركم، اترجى نجم الليل يخبرني عنكم. حيدر الكعبة غاتي. يا يما وعدك وين طول سفركم، اترجى نجم الليل يخبرني عنكم. ويقلكم ام عباس ويقلكم ام عباس ضاعت بعدكم، ويقلكم ام عباس ضاعت بعدكم. توصل لك الاخبار هاي امنياتي، ردتك يا تعود ساعة مما. يا يما يا يما تتعود، يا يما ما انساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مما. يا يما يا يما ما انساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مما. انا طفل حسين أتمنى طفل حسين يسمع ونيني. ما شاء الله. أتمنى طفل حسين يسمع ونيني ويبلغ العباس والكل تجيني، ويبلغ العباس والكل تجيني. اخ وعلى الدرب يا ناس مشبوح عيني، وعلى الدرب يا ناس مشبوح عيني. بعد ايه وعلى الدرب يا ناس مشبوح عيني. ما لحظة عني غير حتى بصلاتي، ما لحظة عني غيب حتى بصلاتي، ردتك إلي تعود ساعة مما. يا يما يا يما ما أنساك لحظة بحياتي، ردتك إلي تعود ساعة مما. ردتك إلي تعود ساعة ممات. آه يا الغايب ضاق الدنيا للمهدي. يا الغايب ضاق الدنيا
والباطل هو المسموع واللي يحكي الحق يخمد صوته يضرب بالصاطي وممنوع. اي والله يا صاحب الزمان يضرب بالصاطي وممنوع ما بين يرضي لامي وبينك ما بين يرضي لامي وبينك حسراتي وآهاتي دموع ملينا ويا باب قصدك مسدود بوجه المفجوع لا حاكم يرحم عبرتنا لا حاكم يرحم عبرتنا ولا مصلح يبني عن جو والناس تخربط واقعها ما تعرف شيء الموضوع والناطر طفى وشمعته والباطل على قول شموع تاهت بينا يا مهدي تاهت بينا تاهت بينا يا مهدي يا يوم نشوفك يا يوم يا يوم نشوفك يا يوم تاهت بينا تاهت بينا يا مهدينا تاهت بينا تاهت بينا يا مهدينا يا يوم نشوفك يا يوم تقول الزهرة أنا الزهرة جيت بنوح وانشد أنا الزهرة جيت بنوح وانشيد ومواويل الحزن يا حسين وانشيد صدق زينب صدق زينب مشت للشام ونشيت جفها بحبل ظلام المي يا جفها بحبل ظلام المي جزاكم الله خيرا جزاء الله والله.